بدأ موسم الحصاد، والمعوقات هي نفسها التي تواجه الفلاح في تسويق محاصيله. شروط قاسية فرضتها وزارة التجارة على المزارعين من أجل استلام محصول الأرز هذا العام. مشاهد من إحدى فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب تبدو فيها شبه خالية بسبب رفضها نوعية المنتج من الأرز. الفلاح يقبل على موسم الحصاد، يقبل على كارثة وعلى كوارث عدة، منها عدم استلام الحاصل. سائلوات الدولة ما تحتوي على مجففات، الفلاح أيضا إمكانياته بسيطة ما يقدر يجفف الحاصل، ودرجات الحرارة اللي يدزوها هي درجات قياسية، درجات جرش، يعني جرش باعتبار يابسة. الفلاح حقيقة يواجه صعوبة. اليوم صار لنا أكثر من 20 يوم السايلو مفتوح، لحد اليوم ما استلموا عندنا 100 سيارة. احنا معاناتنا طبعا اللي حشدها نفس الأوليات، عدم دعم الدولة لنا بالبذور، بالأسمدة الكيماوية، بالشغلات الأخرى. الآن هي قاعد تحاسبنا على نسب الرطوبة، وعلى نسب الشوائب، وعلى نسب البذور الحمراء وهله كذا. هاي البذور الحمراء هم قاعد يعطون البذور غير معربة. الفلاح ما عنده شغلات تجفيف، ولا عنده شغلات تعريب، ولا عنده شغلات. احنا الآن مقبلين على موسم الشتاء، وموسم الشتاء هذا رطب دائما. في وقت لا تدعم فيها الدولة هذا القطاع الحيوي، مختصون في الزراعة أكدوا أن الحكومة أعلنت حربا على المزارعين من خلال وضع شروط تعجيزية لا يستطيع الفلاح العراقي تطبيقها حاليا بسبب عدم امتلاكه تقنيات الزراعة الحديثة. يعني الفلاح راح يكفر بشيء اسمه الزراعة، وسببه هو الدولة. اليوم احنا كل سنة نعيد نفس المشكلة، وكأنه العراق أو العملية الزراعية لا تتطور أبدا. أو أنا مسؤول عن كلامي، في ظل هيش حكومات لا تفقه من الزراعة شيء، ولا تفقه من التخطيط شيء، لا يمكن أن تتطور زراعة ويتطور قطاع من قطاعات الدولة. إحنا اليوم فلاحنا يزرع لحد هذه الساعة بزراعة تقليدية، مرشاة، كل شيء ما عندنا، كل مستلزمات زراعية ما عندنا، كلها سبب الدولة. لذلك أنا أحمل الدولة المسؤولية. بين فكي التهرب الحكومي من دفع مستحقات المزارعين المتأخرة والحالية، وبين تراكم الديون، يقع الفلاح مرة أخرى ضحية تخبط الوزارات المعنية في تطوير القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي. أحمد الحسين، قناة رشيد، النجف الأشرف.